هلا بسم الله. الصوت ما يبقى منخفض. بسم الله الرحمن الرحيم. من مدرسة بلقيس للبنات برداء، وأنا بجانب العلم الذي يرفرف اليوم السبت 26/8/2023. أطمئن أولياء أمور الطالبات بأنه خلال العشر الأيام هذه سوف يكون تسليم المدرسة إن شاء الله تعالى. نشكر المهندسين، المهندس الاستشاري نبيل الذي بذل جهدا كبيرا في متابعة المقاول وتنفيذ العمل على يعني المواصفات التي يضعها الصندوق الاجتماعي. كما أنني أشكر الصندوق الاجتماعي على ما ينفذه من مشاريع لمحافظة البيضاء، سواء مدرسة بلقيس أو مدرسة أبو الرجال التي سوف يتم تسليمها بعد شهر إن شاء الله أو شهر ونصف، ومدرسة 22 مايو التي تم تسليمها. ونشكر المكتب الألماني بصنعاء والسلام.